الو، سلام عليكم. السوبر ماركت؟ طب والنبي يا ابني، كنت عايزة شوية طلبات كده افطر بيهم. اكتب عندك. عايزة ب17,000 جبنة رومي، بس حطيلي ب10,000 لوحدهم و7,000 لوحدهم. وعايزة ب40,000 باسترما، قطعها حلو من غير توم، عشان انا ما بحبش التوم بيحمى على صدري. واديني بقى معاك والنبي ايه، ب60,000 بيض. كترلي. وبقول لك ايه، عندك فينو؟ طيب حلو قوي، هاتلي ب2,500 فينو. ماشي، خليهم ب5,000 عشان انا شاحيه من النوم جعان. هاتلي ب5,000 فينو، بس حطلي بكل 2,500 لوحدهم، عشان اعرف انا اكلت ايه وعملت ايه وظبطت ايه يا اخويا. والنبي معلش هتعبك معايا، خلي الجدع والنبي اللي هيجيب لي الطلبات يجيب لي من المطعم اللي جنبك قرش طعمية. لا، قرش واحد بس، من ابو 1,500 ده. تشكر يا حبيبي. بقول لك ايه، وبقى اديله الجدع ده 17,000 بقشيش. يلا زي بعض. وبعت لي بقى معاه بقى 200,000. باقي عندك زيتون؟ طب حط بالباقي زيتون وخلاص.